سيدة من الغالية سيدتي فاطمة العيناء بنت القاسم ابن الطيب ابن المأمون ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن سيدنا الإمام الحسين ابن سيدي أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه، سيدتي فاطمة الزهراء بنت سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو مقامها الشريف. طبعا المقام مغلق ولا نستطيع زيارته اصلا، بل هو مقام عادي جدا بين أضرحة ومقابر المصريين العاديين، وهو محتاج لكثير جدا من الصيانة والتجديد. وندعو الله أن يوفقنا في حملتنا لتجديد وصيانة مقامات سادتنا آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.